صباح الخير، مرحبا بكل السادة المستمعين في فقرة راوند اب اللي نبدأها بالشأن الثقافي، حيث أن معرض الكتاب سينعقد في موعده المقرر من 19 إلى 28 أفريل 2024، وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية. وبالنظر إلى رمزيته الخاصة وأهميته، هذا ما أكد المستشار الدبلوماسي لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام في تصريح أمس لقناة التاسعة، وشدد على أنه لا مجال لتأجيل فعالية ثقافية بمثل هذه الأهمية. معرض تونس الدولي للكتاب سينعقد في موعده من 19 إلى 28 أفريل 2024، هذه تعليمات من سيادة رئيس الجمهورية. معرض تونس الكتاب عنده رمزية خاصة في تونس، عنده أهمية خاصة في تنشيط الحياة الثقافية في تونس. معرض تونس الدولي للكتاب ما عنده إشعاع لا فقط على المستوى الوطني ولكن على المستوى الدولي والإقليمي، لذا فلا مجال لتأجيل مثل هذه المواعيد الهامة. الثقافة هي قاطرة رئيسية في تطوير المجتمعات وفي تطوير الشعوب، وبالتالي ماهيش عامل ثانوي وإلا قطاع ثانوي، بالعكس والقطاع ذو السيادة في تونس. سينعقد بإذن الله في موعده من 19 إلى 28 أفريل 2024، وفي مكانه العادي والطبيعي والتاريخي قصر المعارض بالكرم. نذكروا أن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية كانت أعلنت في بلاغ لها بتاريخ 10 فبراير الحالي أنه تعذر تنظيم الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم، وأنه سيتم الإعلان عن الموعد والمكان الجديدين للمعرض لاحقا. نمشيوا لموضوع آخر، وين بلغ عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا 17322 مهاجر، من بينهم أكثر من 4000 قاصر سنة 2023 وفق تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وسجل عدد الواصلين إلى السواحل الإيطالية عبر السواحل التونسية انخفاض بنسبة 4.5% بالمقارنة بسنة 2022. تفاصيل أكثر في تصريح الرئيس للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمن الهذيلي لزميلة رانيا رزيك. بالنسبة للهجرة 2023، احنا المصرح به الرسمي هو 17322 في سنة 2023. اعتقادنا ان الرقم هذا ماشي ويتزايد، بالعكس مش باش يتراجع نتيجة كما الاسباب اللي قدمت، هي مسألة البطالة، مسألة الى اخره، فبالتالي الرقم ماشي ويتصاعد خاصة في السنوات الأخيرة. العمليات في محبط طرف الأمن التونسي سنة 2023 في شهر جانفي مجموعة 81.50%، يعني إحباط العمليات هذه في البحر في البر 18.50% لسنة 2023. عدد الضحايا والمفقودين سنة 2023 عنا 1913. في نفس السياق دائما، حيث أكدت عضو المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رحاب المبروكي أن عدد الاحتجاجات لسنة 2023 تراجع بنسبة 50% بالمقارنة بسنة 2022، وأشارت إلى أن تونس العاصمة تتصدر المرتبة الأولى في الاحتجاجات، تليها ولاية قفصة ثم ولاية سيدي بوزيدة. لاحظنا تراجع منسوب الاحتجاجات، 3432 تحرك فقط، تراجع بأكثر من 50%، كيف نقارنوا بين شهر جانفي اللي سجلنا فيه 520 تحرك وصولا إلى شهر ديسمبر وين سجلنا 209 تحرك فقط. بالنسبة إلى الولايات الأكثر احتجاجا كانت تونس العاصمة في الصدارة، يجيو بعدها قفصة وسيدي بوزيد. زادا شفنا بعض الولايات اللي ما كانتش في المراتب الأولى للاحتجاج، خاصة مستير، شفنا نابل، بنزر، شفنا زادا حضور الطابع الاقتصادي في تحركات 2023، شفنا العمال، شفنا الأساتذة النواب، المعلمين النواب، شفنا الموظفين اللي خرجوا ورفعوا شعارات الطالب تحسين وضعهم الاقتصادي. رصدنا 463 تحرك بيئي فقط، أغلبها كانت مطالبة بالماء الصالح للشرب. في سنة 2023 شفنا أشكال احتجاجية جديدة، شفنا نداءات الاستغاثة اللي كانت على وسائل الأعلام، شفنا حملات المقاطعة الإلكترونية. وأوضحت رحاب المبروكي أن ولاية القيروان احتلت المرتبة الأولى في عدد حالات الانتحار المسجلة، وأضافت أنها أصبحت ظاهرة وليست حالات معزولة. بالنسبة إلى ظاهرتي الانتحار والعنف، رصدنا 147 حالة انتحار سنة 2023، كانت القيروان في الصدارة. الشريحة العمرية البارزة كانت الشباب، أغلب المنتحرين هم ذكور، يعني 95% من حالات الانتحار أدت إلى الوفاة. الانتحار في القيروان من خلال رصدنا اليوم نجم نحكيه عليه ما عادش كحالات معزولة وفردية، وإنما كظاهرة، ظاهرة بينسير ترجع إلى الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية اللي موجودة اليوم في العديد من الجهات وأبرزها القيروان. بالنسبة لحالات العنف، يعني تونس سنة 2023 تونس العاصمة كانت من أكثر الولايات عنفا، شفنا تواتر لحالات العنف الفردي اللي كانت طاغية على العنف الجماعي، حالات العنف اللي أدت إلى القتل بسبب الاعتداء، وكانوا أغلب المعتدين من الذكور.
اقتصاديا نحكي على حجم الأموال اللي اقترضتها المؤسسات المالية للدولة التونسية أو أقرضتها المؤسسات المالية للدولة التونسية خلال سنة 2023 واللي تبلغ في مجملها 31.4 مليار دينار. هذا ما أكد المحلل المالي بسام النايفر خلال تدخله أمس في برنامج إيكوماك. للبنوك العمومية كي نجمعوا ليس فقط الدولة أما زلنا زادة نجمعوا حتى المؤسسات العمومية نلقاو مثلا البنوك العمومية عندها معناها نسبة تو ديكسبوزيسيون كبير. احنا عندنا آخر الأرقام مثلا في 23 أو اللي بين الدولة معناها في خلال سنة 23 البنوك الفلوس اللي سلفتها للدولة والمؤسسات العمومية نحكيو على 31.4 مليار دينار، معناها رقم كبير ياسر بالنسبة للدولة وبالنسبة للقطاع البنكي وحجم الأصول. معناها وفان كونت نحكيوش على قطاع معناها الأصول نتاعو كبيرة برشا، هو قطاع معناها التونسي معناها في حجم الاقتصاد التونسي. إلى ذلك سيتم تعزيز المناطق والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية بالحافلات المستعملة اللي تم اقتنائها من الوكالة المستقلة للنقل في باريس واللي تم تسلمها يوم الجمعة الماضي وفق ما أكدته المكلفة بالإعلام والاتصال بشركة نقل تونس حياة الشمتوري خلال تدخلها أمس في برنامج الشارع التونسي، وأشارت إلى أنها ستكون جاهزة للاستغلال بعد استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بها. هي الحافلات باش تم تخصيصها للخطوط اللي قاعده تقوم بعمليه النقل في الاحياء ذات الكثافه السكانيه. ديجا فما برنامج شنو هو الطلبات اللي قاعده متزايده، شنو على هنا هي الخطوط، نعطي مثلا كيما خطوط المنيهله، التضامن، دوار هيشر، بون بساتين، والنقل اللي قاعد توا العرض نتاعنا ماهوش معناها متماشي مع طلبات العدد نتاع الطلبات، هذيك هي باش تكون الخطوط اكثر الخطوط اللي باش تعزز بها بواسطه الحافلات هذيا. هما جاو نهار الجمعه من نهار السبت بدا معناها عوين للوكالة الفنية للنقل البري موجودين على عين المكان، حتى توا معناها موجودين كيف كيف، نسق خفيف حتى يقوموا معناها باستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، ودونك نجموا احنا تدخل الحافلات هذه للاستغلال إن شاء الله على قريب. وللتذكير فقد تسلمت شركة نقل تونس يوم الجمعة الماضي 47 حافلة منها 9 حافلات مزدوجة، وذلك في إطار الدفعة الثانية من صفقة لاقتناء 300 حافلة مستعملة من الوكالة المستقلة للنقل بباريس بقيمة 16 مليون دينار. وذكرت شركة نقل تونس أن الحافلات التي تسلمتها هي حافلات إيكولوجية محافظة على البيئة، كما أنها مجهزة بدرج أوتوماتيكي لتمكين ذوي الهمام من سهولة الولوج إلى الحافلة. لو عندنا توا العدد قرابة الألف وثلاثمائة ولا أكثر شوية هما أون فيبروبتيك، لكن مازال عندنا البقية اللي هما تباعا قاعدين يتقدموا في الأشغال. أنا كي نقول لك 441 سيت دونك مونديال، هو راهو مدة المشروع هو 18 شهر، 18 شهر يكون كامل، توا احنا عدينا فيه قرابة 8 شهور مازالت قرابة العام، لكن احنا ننتظروا الأشغال قاعدة تتقدم. كان هذا تصريح لإسكندر غنية مدير عام المركز الوطني لتكنولوجيات التربية اللي أكد أنه أكثر من 1300 مؤسسة تربوية تم ربطها بشبكة الإنترنت عبر الألياف البصرية، وأشار إلى أنه مشروع ربط المؤسسات التربوية بشبكة الإنترنت أحرز تقدم كبير. وهكا نوصل لنهاية فقرة راوند أب لتبعوا فيها أهم وآخر التصريحات والأخبار على المستوى الوطني في الـ24 ساعة اللي فاتت.